مرحبا، اليوم رح نعمل لحمة بصينية. نحتاج 800 غرام من اللحمة المفرومة، بندوراية مفرومة ناعم أو مبشورة، بصلتين مفرومة ناعم أو مبشورة، ونحتاج للبهارات بهار، فلفل وملح، ونحتاج 7 بهارات ربع ملعقة، ونحتاج بندوراية مشرحة بهالشكل على شكل شرائح. بالمرحلة الأولى أقوم بوضع اللحمة والبندورة والبصل، وأضع البهارات، وأقوم بخلط اللحمة بهالشكل. بعدها أقوم بوضع اللحمة الصينية بهالشكل وأقوم بفردها. أقوم بعمل حواف صغيرة بإصبعي بهالشكل. ومن منتصف بهالشكل. لضمان عملية استوائها. بعدها أقوم بوضع شرائح البندورة بهالشكل. وهذا هو شكل اللحمة بصينية. أضعها بالفرن من تحت، الطبقة التحتانية على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة، وبعدها أقوم بوضعها للتشقير من طبقة فوقانية. وهذا هو شكل الصحن بعد ما طلع من الفرن. صحة وعافية.